اهلا بيكي، اتفضلي. انا بس عايزه يعني انا عندي دلوقتي مشكله، يعني انا دلوقتي مقدمه لبنتي في مدرسه تجريبي مكتوب عليها مدرسه تجريبي لغات. ايوه انا دلوقتي بنتي دخلت تجريبي اسمها رسميه لغات. ايوه السؤال ايه يا فندم؟ اتفضلي. انا دلوقتي انا مقدمه ماشي سامعه صوت فوق عشان اتكلم. انا دلوقتي مدخلاها كيجي وليها اخ تاني نفس المدرسة في ثانية ابتدائي بس في جونيور تو، بس يعني بيدرس كل حاجة بالانجلش. من فضلك اطفي التلفزيون، اطفي التلفزيون واسمعيها من التليفون. مش شغالاه والله. طيب اتفضلي فندم، اتفضلي. المهم انا بيقولوا لي انا اللي داخلة كيجي دي هتدرس عربي. يعني انا يبقى في نفس المدرسة اخوها بيدرس انجلش وهي تدرس عربي. طيب دكتور رأفت عمرها هيرد على حضرتك. لا يا فندم، الكتاب متعدد، في العربي وفي الانجليش وفي الارقام بالانجليش، والكتاب متداخل زي ما عرف عبيب في الاول، والكتاب ده فيه كل الـ الاشياء دي مع بعض. اسمه الكتاب المتداخل ما بين المفاهيم والأنشطة اللي بتشبع رغبة اللغة الانجليزية واللغة العربية والارقام اللي هي خاصة بالماث. فاللي قال لك الكلام ده الكتاب لسه ما وصلش عندهم علشان يفتوا. لا الكتاب متداخل. يبقى هي وعاملاها ديسكفري باين ديسكفري. طب يعني دلوقتي يا استاذ رفعت اللي موجودين في المدارس الخاصه، طالما الصديقه اتكلمت بمدرسه خاصه، لا اللي موجودين في المدارس ان اولادها في مدرسه تجريبيه ما تعتبر خاصه، لا مش بتدفع لها مصروف. لا ده بتاعت حكومه، تدفع 700 جنيه 800 جنيه في السنه. يبقى يعني نسبيا ملك الدولة. بيدفع لها ملك الدوله، ما هي ملك الدوله بس بيدفع لها مصروفات اضافيه بسيطه. المدارس دي ما عندهاش مشاكل لان المدارس دي اصلا عندها مدرسين بيتكلم انجلش وبدارس انجلش، فما فيش مشاكل. المشاكل عندنا في المدرسه في الحكومه هي دي المشكله. يبقى دي اول مشكله بتقابل الوزاره. طيب النهارده نقدر نلخص ونقول ان اولياء الامور، لا ده في عده مشكلات لسه كتير. اتفضل عشان بس يبقى نعيش الجو. نمره واحد، نحن نواجه حاليا عجز كبير جدا في عدد المدارس على المستوى القومي. نمره ثلاثة، ان هناك كثافه في الفصول، في بعض الفصول توصل لحوالي 80 تلميذ و120 تلميذ في الجيزه. انت حضرتك مهما دربتي على كيفيه التعامل مع الاطفال في السن ده، هيبقى عندي 10 مجموعات في الكنترول ازاي؟ سهر بعيد. نمره 4، الفكره بتاعه التطبيق هذا محتاجه وقت من المدرس. لا ويقول لحضرتك لابد هنعدل ده النظام داخل الفصل. بس ثانيه واحده سيادتك، ما هو قصاد كده كمان كانوا المية دول المدرس عنده كم من المواد والتعليم يدرسها لهم. هو النهاردة بالطريقة اللي حياتك بتقولها دي وصلنا هو دكتور. المعلومات اللي هم المفروض يوصلها للطفل اصبحت اقل بكتير. انت حضرتك بتطبقي نظام، وعشان كلمة بأكتيفيتي بتطبقي نظام ان يكون هناك تواصل ما بين المدرس وبين مجموعات صغيره داخل الفصل. فهو مش مشغول بالتدريس دلوقتي، وانت هو مشغول بحاجات تانية. هتعدلي الوضع داخل الفصل، مش هيبقى الديسكات ورا بعضها كده. انا ما اعرفش هتتعمل ازاي، ما اعرفش هتتعمل ازاي بالديسكات اللي موجوده حاليا دلوقتي. انت حضرتك يعني عايزه بنيه اساسيه من الاول وجديد خالص، فهل احنا عدينا كده؟ غير صحيح، لم نعدها. ومع ذلك نحن عندما نتحدث في هذه الحلقه وغيرها من الحلقات ومع انتقادنا لهذا الواقع اللي موجود وعدم الاستعداد له والاستعداد الجيد في دلوقتي، حضرتك مدرستين يا دكتوره امني. أيه. مدرسه انا منها المتشدده ان احنا كنا يجب ان نعد انفسنا بشكل جيد قبلها، وقد نتاخر في عمليه التطبيق لمده سنه. يتم تدريب فيها المدرسين واعداد البنيه الاساسيه واعداد التابلت اللي موجود وشرح للناس وكله بمستوعب، ونبدا كلنا بشكل قوي. ده انا من المدرسه دي. مدرسه اخرى تقول لك لا احنا هنتاخر سنه، طب ليه ما نبدا؟ وحتى لو نجحنا بنسبه 30 او 40% هيكون افضل من الواقع اللي احنا موجودين فيه. دي مدرسه. والله بحضرتك كويس. انا من مع المدرسه، بس احنا دلوقتي الواقع احنا في المدرسه الثانيه. بس انا عايز ابدا بقوه. المدرسه الثانيه هيبدا هناك سلبيات كثيره تظهر عند التطبيق مع بدايه العام الدراسي الجديد. والله بحضرتك هتبقى السلبيات اكثر من الايجابيات. احنا ما كناش عايزين ديا. اما يكون دلوقتي المدرسين زي ما الدكتور رفعت قال، المدرسين جميع مدرسي مصر حاليا دلوقتي لا يعلموا ماذا سوف يدرسونه يوم 22 سبتمبر. مفيش كتاب في ده. طيب ده بالنسبه طيب يبقى احنا دلوقتي، وهل التدريب يا دكتوره امنيه خلال اسبوع ولا اسبوعين بتدرب؟ لا
برضو. يبقى احنا مبدئيا بالنسبه للمرحله الابتدائيه انا بسال حضرتك حضرتك انا كولية امر بقى هنا لا حضرتك اسالني كاستاذ الجامعه لا وكولية امر هل انت تقتنعي ان في خلال اسبوعين او ثلاثه انا كمدرس اتدربت على وضع ما هكون هو التدريب الكافي اعتقد انه مش هيكون كافي لازم يحدث ممارسه ولازم يكون في شيء من الممارسه بس خلينا في المدرسه الثانيه ان على الاقل احنا بدانا فعلى السنه اللي جايه اللي هيدخل كيجي تو هتكون الامور افضل وفي نفس الوقت احنا برضو اولياء الامور النهارده ما همش محتاجين يرجعوا يضربوا اطفال أنا شايف في كيجي وانا عشان المذاكره دكتور لا ما حدش يضرب ليه يا فندم كل الامهات بتقعد تذاكر لاولادها من كتر المذاكره وضربوا الاولاد هقول لحضرتك والهوم ورك اللي بيتعطى للاولاد كبير جدا انا قال ده مش هيكون موجود لا ما عادش بقى في الانشطه دي قلت الهوم ورك ده خلاص زائد النظام الجديد بيقضي بنتيجة محددة وحاسمة ايه على ايه بقى؟ وهي ان لا يوجد هناك اي رسوب لاي طالب يعني في اي مرحلة يعني مش محتاجين دروس بقى يعني كده مبدئيا معلومة حضرتك انا كنت في السعيد من كام يوم مش فاهمين حضرتك بيدخلوا الاولاد للدروس من اولى ابتدائي لا دلوقتي مفيش دلوقتي مش محتاجين بقى مفيش رسوب مش عارفين يعرفوا حضرتك مفيش رسوب انما انا بقول ايه ببعت لحضرتك بقول لك والله ابنك مستواه ضعيف كذا كذا تقديرات نبدا نعالجه انا والاسره انا كمدرسه والاسره والمواد مش تقيله فاذا هو ينتقل للسنه اللي بعديها يعني الام اللي كانت بتذاكر اول امتحان اول امتحان هيواجهه الطالب في ثالثه اعدادي ثالثه اعدادي ايوه اول امتحان منظم في النظام الجديد على ما وصل